وكيتهموني بواحد التهمه اخرى، كيتهموني اخوتي بالقتل، كيقولوا بان انا قتلت البنت ديال الراجل ديالي، وبغيت حقي من هاد الناس اللي هما كيتهموني وكيخرجوا للسوشيال ميديا وكيشوهوا لي الدم بالوجه ديالي. باش حنا نغرقوا هاد الراجل خصك تقولي الايمان، انت وايمان تعطيونا اوديويات باش نعطيوهم لواحد الرئيس اللي هو يساعدنا باش يطلقك من حسين. العم والجده خرجوا براءه على اساس كان داك الشيء قديم، ما كاينش واحد الدليل. عطاو عليا محامون اللي كيضربوا فيا انا، كيقولوا بان مرات الاب عندها واحد اليد في هذا الملف هذا. القضاء كيحكم بواحد الحكم اللي هو قدامه، والوريقات اللي كيقولوا عندي ورق مزورين وهذا الحمد لله راه تحطوا امام القضاء. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم. دائما في اطار تتبعنا الملف ديال ايمان المغتصبه، ايمان اللي كانت خالقه واحد الضجه في وسائل التواصل الاجتماعي، ايمان اللي كلكم كتعرفوها اللي بقات في الصغير والكبير، ايمان اللي بكات الصغير والكبير. اليوم كنصادفوا الاب ديال ايمان وزوجة الاب. اليوم صدر الحكم ديال الملف ديال ايمان، واليوم غادي نعرفوا اخر المستجدات في هذا الحكم هذا والجديد ديال هذا الحكم وجميع التفاصيل على اللسان ديال الاب وزوجة الاب ديال ايمان. اختي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام لجميع المتتبع والخوتنا المغاربه داخل وخارج المغرب. بالنسبه للحكم ديال البنيته ديالنا ايمان، تحيه القضاء المغربي الشريف اللي هو صدر واحد الحكم اللي ما شاء الله المحكمه راه ماشي معها اللعب كما كيقولوا هما. الحكم ديال هذا خلاو الحكم ثابت اللي حكمت الابتدائيه هي باش حكمت استئناف، خلاو حكم الابتدائي هو اللي بقى ديال العم والعم والجده خرجوا براءه على اساس كان داك الشيء قديم ما كاينش واحد الدليل. وبالنسبه لابن الجيران دا سنه والام ديالو دات شهرين سورسي على اساس الرشوه، لان شهدت فيها شي شهاده بان عطات الرشوه وسميتو هذا الشيء باش صدر الحكم. ولهذا شي قنوات اللي هما وحده في فرنسا وحده في المانيا عطاو عليا محامون اللي كيضربوا فيا انا، كيقولوا بان مرات الاب عندها واحد اليد في هذا الملف هذا. وتحياتي للقضاء النزيه اللي ما معاهش اللعب والتخرشيش، اللي القضاء كيحكم بواحد الحكم اللي هو قدامه، والوريقات اللي كيقولوا عندي ورق مزورين وهذا الحمد لله راه تحطوا امام القضاء. ومن هذا المنبر كنقول تحياتي كبيره للسيد جواد القناوي بهيئه فاس، وكذلك الاستاذ نوري بهيئه مكناس اللي كانت المرافعه ديالهم في المستوى ما شاء الله. وهاد الناس هادو كانوا كيتعرضوا عليا لواحد التنمر اللي هو واحد التنمر اللي تقريبا المواطن كامل راه كان كيسمع واحد لي زوديو ديالي ود البنت اللي كنا كنعطيهم لواحد السيده اللي عقنا بها بان داخله ماشي على اساس جمعيه، هي نصب احتيال، هي مع الطرف اللي عندي معاهم سوابق من 2013 كنت رهنا عندهم، بغاو يديو لي شي مبلغ د الفلوس، وصلنا حنا وياهم شي نزاع وهما السبب. قبل ما يخرج الحكم يعني خرجوا بزاف ديال لي زوديو وخرجوا بزاف ديال لي فيديو، يعني كي فيهم بعض الاتهامات وفيهم يعني شي حوايج كنتي كتقوليهم انت، يعني الصحه ديال دوك لي زوديو وكيفاش حتى تسربوا دوك لي زوديو. بالنسبه لك لي زوديو كانت واحد السيده معنا اللي هي من المانيا، وكانت كتقول لي بيع الرزق ديالك وهذا الراجل ديالك راه كيخونك وهذا، وديري فيزا وطلعي لالمانيا وندير لك مشروع ديال الكباب هنا كيمشي. ودابا باش حنا نغرقوا هذا الراجل خصك تقولي الايمان، انت وايمان تعطيونا اوديويات باش نعطيهم لواحد الرئيس اللي هو يساعدنا باش يطلقك من حسين بدون حتى حاجه. وكنت كنعطيهم هذه الحقيقه، ولاني من بدا تسرب داك لي زوديو اتجهت للقضاء المغربي لتحياتي ليه اللي شرفوا عليه السيد وكيل الملك وشرفوا على داك الشيء البوليس، تحياتي ليهم. ولاني للاسف السيده ما تدخلش المغرب لان عندها مشاكل مع المغرب ما تدخلش. اليوم
يعني بالنسبه لهاد الحقيقه ديال هاد الخيانه ديال الزوج ديالك و... يعني واش وقفتي على الحق، لقيتي بلي كاينه شي حاجه فعلا ولا ما كاين والو؟ لا، ما بيني وبين الراجل ديالي الحمد لله ما عندي حتى حاجه مع الراجل. هي كنا مي كنا كنتعرضوا لذاك التنمر، كنا انا والراجل ديالي كنفرضوا باش خصنا اللي قالوا لنا نمشيو. تصور اخوتي المغاربه، وصلت لواحد اللحظه ديال كنقول لهم اه راجلي ما صالحش انا، دبروا لي راجل بحال داك الرجال اللي كتمشيو معاهم، ونتزوج جاي انا ونطلق راجلي. ولاني بحكم كنا طايحين لواحد التنمر وباغيين يضربوا فينا ويخرجوا يضربوا فينا في العالم كله، والمحكمه باقي ما صدر حكم. كما كتسمعوا كيقول لك الله يمهل ولا يهمل، كذلك حتى المحكمه راه ماشي تعطي واحد الملف فيصدر حكم، راه حتى القاضي راه حتى هو راه ولي الله في ارضه، حتى هو راه خصو القاضي خصو ما يحكمش على هذا ولا هذا باش ما يديش واحد الدرب عليه، راه قاضي للجنه وقاضي للنار، خصو يحقق في واحد الملف، خص ما يمكنش يجي ويحكم. راه يطول شهر وشهرين وثلاث شهور وربع شهور، راه وصل عام ونص هذا الملف هذا، ما يمكنش يجي قاضي ويصدر الحكم، راه تتاكد من الحكم ديالو اللي يحكم به عاد صدر واحد الحكم. وداك الشيء اللي كنا كنقولوا هذا راه كلام فارغ، وراه كلام اللي ما استقبلاتوش المحكمه. وكيتهموني بواحد التهمه اخرى، كيتهموني اخوتي بالقتل، كيقولوا بان انا قتلت البنت ديال الراجل ديالي. انا كنوجه هذا نداء للسي الحموشي ولا لسيدنا الله ينصرو يفتحوا تحقيق معايا الا كان عندي يد في هذا الشيء. انا ما نقول خصني نتحكم بالاعدام، ماشي بمؤبد بالاعدام. انا عندي اوراق، عندي حجاج، عندي هاد الشهاده ديال هاد الوفاء ديال بنيتك صيده وحضروا فيها الشرطه، قالوا انا شاريه الشرطه، انا شاريه المركب، انا شاريه الكلينيك، انا شاريه المحكمه الابتدائيه، انا شاريه محكمه استئناف. هاد الشيء راه ظلم في حقي، راه ظلم في حقي. كنترجى باش هاد الملف يديروا فيه التفاته، كنتمنى باش يديروا فيه واحد التفاته، لانها ما من حكمات على ايمان المحكمه وصدر واحد الحكم، هما دازوا لواحد اتجاه اخر اللي هو صادر فيه حكم قبل، صادر فيه حكم ابتدائي وحكم استئنافي. انا كنتعرض لواحد الظلم هاد الناس، اللهم من هذا منكار، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بزاف عليا هاد الشيء هذا، كنتمنى من القضاء يدير التفاته لهاد الشيء هذا، وبغيت حقي من هاد الناس اللي هما كيتهموني وكيخرجوا للسوشيال ميديا وكيشوهوا لي الدم الوجه ديالي. خاصني من هاد الناس هادو، لا انا دايره بهم شكايات قضائيه. الناس اللي كيتهموك وكانوا كانوا كيقولوا بانهم غادي يرفعوا بك شكايات، وكانوا كيتهموك حتى في القضيه ديال ايمان، انها يعني عندك يد في هذه المشكله ديال ايمان. ماشي قال لك بالنسبه للبنيته ديالي اللي هي بنت الراجل ديالي، ماشي قالوا عندي يد، قالوا انا من دايره لهذاك الشيء، انا اللي دايره داك الشيء كلشي. كيقول لك ابن الجار باري والدري باري وكلشي باري، انا هي اللي دايره داك الشيء، وتهموني بمثليه وتهموني بشي تهم اللي ما كاينينش. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا المحكمه كنقول المحكمه وقضاء المغرب كامل تحياتي ليه، لان كينصف بالعدل وبالحق. واخا وقع وطحت في واحد التنمر اللي هو تنمر صعيب اللي وقفت اللي طحت فيه، ولاني ما هنجبدوش خليته الله، ولاني المحكمه نصفات. كنقول المحكمة تحياتي لها، تحياتي كبيرة. سي حسين، اش كتقول في هادشي اللي قالت الزوجة ديالك وهادشي اللي تعرضت ليه الزوجة ديالك؟ حنا كاملين كنا تحت الضغوطات وبزاف ديال الحوايج، حنا ما كناش كنعسو كاع. السيدة راه كانت كتبات فايقاتها الصباح كامل كتعيط وتتصل وقولوا لي حداك شي واحد دوزوا لي، وداك الواحد كتقول له دوز لي واحد. احنا كنا كل واحد خصنا نديروا له خاطره، وكل هذه السيده اللي كانت يعني كتسرب لي زوديو ديالك. وكل واحد تكلمت معاك، انت شخصيا كانت تكلمت معاك قالت لك بالنسبه للاخ اللي هو قد الابن ديالي ولا صغر من الابن ديالي كصحفي، اللي هو هذا المنبر اللي كنقول لهم تحياتي ليهم، ما كيزرفوش بنادم يهضر وصافي، راه ما خصهمش يهضر بنادم. انا عيطت له وحده من المانيا وسردت لي هذا المنبر هذا، وجا عندي المنزل ديالي وباش على اساس نسب في القضاء المغربي. وانا على نيتي، هي كتقول لي عندها الرؤساء وعندها هذا، انا على نيتي اللي قلتو ليه بحكم هي كتقول لي جمعيه اللي قلتو لي كنت نقوله، واضطريت كنت نسب على نيتي. وهذا الابن اللي هو صغر من الابن ديالي قال لي حذري، قال لي لان القضاء المغربي شنو دار لك القضاء المغربي، القضاء المغربي شريف نزيه هذا، قال لي لان هاد السيده هادي عندها حسابات مع القضاء، تمشي هي تخرج للقضاء. بحال اللي فيقني، هو صغر من ولدي وفيقني. لانه شوفي، احنا كنثقوا في القضاء المغربي،
حنا ما يمكنش اننا نجيو يعني وندخلوا في واحد الجهاز اللي حنا كنثقوا فيه، واحد الجهاز يعني اللي كاع المغاربه كيثقوا فيه، والحمد لله النتيجه ديال القضاء المغربي راه بانت اليوم في سميتو في القضيه ديال ايمان. بالنسبه فعلا بالنسبه للقضاء النزيه تحياتي ليه، هو بين الحق والحق عند مول الحق، هو الكبير هو الله، ولاني حتى القضاء هو نصفنا وبين الحقيقه بان انا ما عندي حتى دخل في داك الشيء، ما انا خارجه براءه، ما انا حتى حاجه، بريئه من هذاك الملف كله، بريئه منه. انا كشاهده وقع شي حاجه في المنزل ديالي، دخلت لقيت العاده وقلت لهم اشكو كيعيط بالعاده واشكو كيعيط، هذا الشيء اللي حاضر علي انا، ما عندي لا نقه ولا جمال في داك الشيء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.